أهلا بكم من جديد. في الملف الليبي وسياسيا، اجتمع رئيس مجلسي الرئاسي الليبي محمد المنفي والنواب باقلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، وهو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة. وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن المنفي وصالح وحفتر اتفقوا على التأكيد على الملكية الوطنية لأي حوار سياسي وعمل وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره. كما اتفقوا على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ. وأشاد البيان بدور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. من جهته قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن الأحداث المأساوية التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الليبيين الأبرياء تظهر مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة وخاضعة للمساءلة. وبيان باتيلي عبر حسابه بموقع إكس أنه رحب بتنسيق المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن الجهود المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية. وجدد باتيلي التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية. رحبت وزارة الخارجية المصرية بالبيان المشترك الذي صدر من مدينة بنغازي عن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمستشار عقلة صالح رئيس مجلس النواب واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وذكر بيان نشره السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك إن مصر ثمنت ما تضمنه البيان الليبي من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية التي تمت إحالتها إليه من لجنة 6+6 ودعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عدم اتخاذ أي خطوة منفردة فيما يتعلق بالمسار السياسي. وأضاف البيان أن مصر دعت جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الليبي إبراهيم بالقاسم، كما ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس عمار الأبلق عضو مجلس النواب الليبي. أهلا بكما معنا، وأبدأ معك سيد إبراهيم، كيف تقيم هذه الخطوة؟ هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضم المسؤولين الثلاثة المنفي وعقيلة صالح وخليفة حفتر. ربما هذه الصورة يعني لم يكن أحد يتوقع أن تحدث بهذا الشكل، أن يلتقي الثلاثة في هذا الاجتماع الأول من نوعه. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. فعليا هذه الصورة تعكس بشكل كبير جدا محاولة المؤسسات السياسية في داخل ليبيا اليوم لتبني مسار يقطع الطريق أمام مبعوث الأمم المتحدة باتيلي في الذهاب إلى تشكيل لجنة سياسية أو لجنة عليا للحوار مرة أخرى، وإلغاء دورهم وسحب منهم الشرعية وسحب وجودهم وسحب قدرتهم على ممارسة أي دور في هذه المرحلة. لذا يذهب هؤلاء الثلاثة من خلال وأيضا محاولة دمج الحكومتين، أو هناك مشروع سياسي واضح في داخل ليبيا وهو مشروع دمج الحكومتين أو تغييرهم، ومشروع دمج الحكومتين سيذهب إلى حد ما لكسر حالة الجمود التي كان يحاول باتيلي استغلالها والاستفادة منها لتقديم إحاطة أمام مجلس الأمن يدعو بها لحوار سياسي جديد. وهذا التوافق فيما بينهم لم يكن عبثي، بل كان هناك دعم واضح جدا من خلف الكواليس لدور واضح مصري تركي
في إطار التفاهمات التركية المصرية لتشجيع الأطراف للتقارب فيما بينهم. لم يكن لحفتر وعقيلة صالح والمشري أن يلتقوا مرة واحدة، لكن هذا الاجتماع ده ارتدادات ملفي ليس المشري، عفوا المشري وهو بديل الملفي الان الملفي. هو بديل المشري فعليا ان كان من كان يقود هذا المسار او كان لاعبا فاعلا في هذا المسار في السابق هو خالد المشري، لكن بعد ازاحته من مجلس الاعلى للدوله من خلال الانتخابات الاخيره وخروجه المشرف من هذه الانتخابات اصبح الان هناك بديل وبديل فاعل المنفي. المنفي لم يستخدم سلطة كرئيس لمجلس رئاسي، بل استخدم سلطة أقل بعض الشيء أنه مؤسسة سياسية في عملية كبيرة جدا. لم يتفاعل مع الأطراف السياسية اليوم على أنه رأس الهرم ورأس السلطة ويمكن أن يوجه تعليمات ويصدر قرارات فقط ويكتفي بهذا ويدير العملية من الرأس، لكن حب أن يلعب دور من الداخل. هذا يعطي أيضا إيحاء ربما يجدد ويعني يدفع بعض الأطراف لتعبير عن مخاوفها، لأن هؤلاء الثلاثة هم من المعسكر السياسي أو خلينا نقول هم محسوبين على المنطقة الشرقية في ليبيا. لا وجود لما بين هذا المجتمعين هؤلاء الثلاثة من غرب ليبيا، ربما هذه مخاوف قد تعطي إيحاء سلبي للمعسكر السياسي في غرب ليبيا أن من يدور يعني هناك مخاوف جهوية في مسألة المحاصصة. وهنا أسأل ضيفنا من طرابلس عمار الأبلق، يعني هل تشعرون بالقلق بالفعل سيد عمار من هذا الاجتماع؟ لأنه كما ألمح ضيفنا إبراهيم بالقاسم ربما يعبر أن المجموعة تمثل شرق ليبيا، هل تشعرون أنتم في طرابلس بالقلق من هذا الاجتماع أم في أي سياق تقرؤونه؟ أخي الكريم أهلا بك وبضيفك الكريم ومتتبعي قناتكم. أعتقد بأن الحالة الليبية هي معقدة بشكل كبير جدا، وأعتقد بأن كل ليبي غيور حقيقة يريد الانتقال الديمقراطي يسعى بالوصول إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثلين جدد عن الشعب الليبي للوصول للحالة على الأقل المستقرة التي تنقلنا للحالة الدائمة، وهي إنجاز دستور حقيقي. المتنفذين في المشهد السياسي الليبي كل الأطراف متخوفة من بعضها، هناك عدم ثقة ما بين كل الأطراف، حتى المجتمعين الثلاثة كل واحد يخاف من الآخر، وبذلك أصلا الحالة الليبية تراوح في مكانها. كما قال ضيفك الكريم أنهم يريدون ربما سحب البساط من تحت عبد الله باتيلي وأطراف مجلس الأمن، أن هذه المسألة ملكية ليبية، كما حدث في السابق عندما أعلن عبد الله باتيلي في فبراير الماضي على خارطة أساسها اختيار لجنة رفيعة المستوى ربما تقودنا إلى حلحلة الشأن السياسي الليبي، مثل ما حدث في الصخيرات سابقا، ثم كذلك في خارطة الطريق التي وقعت في تونس وأنتجت حكومة ومجلس رئاسي في جنيف، لأن كانت بفرض إرادة دولية في الشأن السياسي الليبي. ولكن أعتقد أن الأطراف الليبية كلها غير مستعدة للتنازل وغير مستعدة للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وبذلك يكسبون الوقت من أجل البقاء أطول فترة ممكنة في المشهد السياسي، سواء المجلس الرئاسي، حكومة طرابلس، مجلس النواب، مجلس الدولة، وأيضا خليفة حفتر وبعض الأطراف الأخرى. هناك تخوفات كبيرة جدا، نحن نعرف بأن الانتخابات الرئاسية وربما هي المعرقل الأساسي في العملية الانتخابية، لأن ربما سنجد سيف الإسلام القدافي ونجد خليفة حفتر ونجد مثلا عبد الحميد دبيبة وبعض الأطراف التي أربكت المشهد السياسي الليبي، وبذلك الجميع متخوف، فمن سيقبل بالعملية الانتخابية ونتائج الصندوق؟ نحن نعرف بأن الحالة الليبية حالة متشظية، هناك الأطراف الدولية المتدخلة، كل طرف دولي لديه وكلاءه في الداخل، وبذلك أعتقد أن المشكلة الليبية مشكلة معقدة ولن تفضي لشيء، وبذلك جلوس الأمس لا يعني شيئا في واقع الحال الليبي، ما عدا رسالة للأطراف الدولية بأن هناك ربما تفاهمات، خاصة أن المجلس الرئاسي في السابق دعا رئيسي مجلسي النواب والدولة لاجتماع في مدينة غدامس ورفض الاثنين، رفض خالد المشري ورفض عقيلة صالح اللقاء بالمجلس الرئاسي الليبي. ها هم يجددون الدعوة، يتبنى محمد المنفي هذه الدعوة من جديد في وجود عقيلة صالح بالأمس وكذلك الآن، لكن لا ندري هل مجلس الدولة سيقبل بهذه المبادرة من عدمها، وهل يملك أيضا رئيسي المجلسين أن يقوما بفعل شيء. طيب، في المشهد على ذكر مجلس الدولة وهل من الممكن أن يقبل أم لا،
أرجو أن تبقى معنا سيد عمار ونشرك معنا عبر الهاتف من طرابلس مسعود عبيد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من طبرق فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب. أهلا بكم معنا سيد مسعود، ما هو موقفكم في مجلس الدولة من هذا الاجتماع الثلاثي الذي يعقد للمرة الأولى؟ بسم الله، أهلا بك وبضيفك الكريم ومشاهدك الأعزاء. الحقيقة كما هو معلوم أن الدولة تعاني من هشاشة في الوضع الأمني وانقسام مؤسساتي، ومما نتج عنه وجود حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. وأيضا كما هو معلوم بأن التباحث والتشاور حول الأحداث المستجدة فيما يتعلق بالمسار السياسي تجرى في إطار السعي لإيجاد أو البحث عن السلام والاستقرار، وبالتالي أي محاولة لذات الهدف نحن كمجلس دولة نرحب بها من أجل مصلحة الوطن. هذا البيان، أنت قلت مبادرة ولكن نراها في صيغة بيان، تطرق إلى عدة نقاط جلها أو جميعها واضحة: ترحيب بالحوار الليبي الليبي، رفض لأي لجان خارجية أو خارج الإطار الوطني. أيضا نقطة أخرى وهي اعتيادية، باعتبار أن المجلس النواب هو المجلس اللي ليه صلاحية اعتماد القوانين الانتخابية، وأشار أيضا إلى اللجنة 6+6. طب هذا مفهوم سيد مسعود، لكن في تقديركم هل هؤلاء وهل هذا الاجتماع قادر على أن يمضي قدما نحو تقديم حل الأزمة الليبية وحتى العمل بعيدا عن البعثة الأممية، وكما يعني يشير البعض محاولات قطع الطريق على باتيلي؟ ولا هو زي ما ذكرت لك أن المسايا عديدة، سواء كان من في البيان الأخير أو ما اعتقدش ان ما حصل ان هو بمحاوله يعني التفادي او عدم تأييد للسيد باتيلي، بالعكس، لان هم اشاروا لها نقطه واضحه وهي اللي هي مناصره الجهود للمبعوث الاممي. فالجهود جميعها تصب في اتجاه البحث عن مخرج من هذا المشهد اللي احنا نعاني منه، ومحاوله الوصول الى انتخابات عامة ومن خلال اصدار القوانين الانتخابية اللي حتحولها اللي هي لجنة 6+6. طيب سيد فتحي المريمي، كيف نظرتم في مجلس النواب في طبرق الى هذا الاجتماع؟ وكما يقولون دائما فان الشيطان يكمن في التفاصيل، هل التفاصيل التي تتعلق بقوانين الانتخابات وغيرها، هل هذه المجموعة قادرة على ان تتخطى الخلافات الموجودة في ما يتعلق بالقوانين أم لا؟ مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم والسيدات مشاهدي قناتك الموقرة وضيوفك الكرام. نعم طبعا، نحن بقولك شيء، أي اجتماع كان ما بين الليبيين سواء كانوا متفقين أو مختلفين نحن نرحب به على اعتبار أنه يقرب إلى استقرار الدولة الليبية. نحن الآن في ليبيا دولة حقيقة غير مستقرة وأمورها معقدة وأمور كثيرة بصراحة، يعني فيها انقسام وفي مشاكل كثيرة داخل البلاد، وبالتالي عندما يحدث اجتماع وخاصة مثل هذا الاجتماع نرحب به لأن يجمع في قيادات مهمة سواء كان سياسية أو عسكرية أو تشريعية أو غيرها. وبالتالي هذا الاجتماع حتى ما صدر عنا من بيان يبشر بخير، لا علاقة بالقوانين الانتخابية، لا علاقة
الاجتماعات مع كل المؤسسات والتي من بينها المجلس الأعلى للدولة، أيضا الإسراع في العملية الانتخابية في ليبيا، خاصة الانتخابات المتعلقة برئيس الدولة وانتخاب مجلس أمة الذي يتكون من مجلس نواب ومجلس شيوخ. اجتماع يعني تحتاج ليبيا ويعتبر مهم جدا، وكذلك نأمل أن يضم أطراف أخرى مثل المجلس الأعلى للدولة الذي له علاقة حتى هو بصياغة القوانين مع مجلس النواب، ولو أن الاحتماد والتصديق على هذه القوانين هي من مجلس النواب، ولكن هناك في تشاور ما بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة حول ذلك، والتي بعد احتماد هذه القوانين سيتم الاتفاق ما بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة على اختيار رئيس للحكومة. هذه الحكومة ستكون لها علاقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تجهز لذلك من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات. طيب. من خلال حماية سأعود لك سيد فتحي، من خلال لكن دعني أذهب سريعا لعمار الأبلق من طرابلس. هذه الفكرة واضحة سيد عمار، يبدو أن هنالك حالة تفاؤل وترحيب من جل الأطراف تقريبا بهذا الاجتماع. ما هي الخطوة المقبلة برأيك؟ هل بالفعل يمكن أن يتم تخطي مسألة الانقسام في ليبيا ودمج الحكومتين والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات؟ أخي الكريم، أتمنى ذلك، أتمنى أن نذهب قريبا إلى صناديق الاقتراع. تمنينا أن ذهبنا إلى صناديق الاقتراع يوم 24 ديسمبر 2021. المدة القانونية التي تم اعتمادها في خارطة طريق تونس مدتها 18 شهرا فقط، ليس إلا كان هناك موعد محدد للانتخابات هو يوم 24 ديسمبر 2021، ولكن وصدرت قوانين وحيلت للمفوضية وفتحت المفوضية باب الترشح، ولكن حالة القوة القاهرة التي أعلنت عليها المفوضية ودخول بعض الأطراف ربما المتنفدة في الشأن وخاصة الخارجية في هذا الأمر كانت لها رأي، لكان لها رأي مختلف وعطلت هذه الانتخابات. أعتقد بأن الحالة الليبية حالة كما قلت لك معقدة، ولكن نتمنى توافق الليبيين ونتمنى الذهاب إلى الصناديق، ونحن دائما نقول ربما إذا كانت الإشكالية في الانتخابات الرئاسية فلتؤجل إلى المجلس التشريعي القادم. ربما نجري انتخابات تشريعية تنهي مجلسي النواب والدولة، وتختار المجلس التشريعي القادم يختار حكومة جديدة منتخبة، وأيضا يختار سلطات سيادية توحد المؤسسات السيادية الموجودة في البلد، ثم بعد ذلك ربما المجلس التشريعي القادم يختار مسار لانتخاب رئيس للبلاد. شكرا جزيلا عمار الأبلق، عضو مجلس النواب الليبي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. شكرا جزيلا لك. أعود لك سيد إبراهيم بالقاسم، يبدو أن هنالك حالة تفاؤل، هل تعتقد أن هذه المرة مختلفة من الممكن بالفعل أن يتم تخطي حالة الانقسام والجمود السياسي وينجح هذا الاجتماع في المضي قدما بليبيا إلى الأمام؟ وإن كانت الخطوة جيدة، لكن هناك تصور خاطئ على أنه يمكن أن يكون بديل لمسار حقيقي نحو الانتخابات. يعني المؤسسات السياسية في ليبيا والأطراف الفاعلة تقترب فيما بينها، تتوافق بشكل كبير جدا كلما اقترب مسار دولي لإزاحة كل هؤلاء من خلال طاولة المفاوضات ودعوة لحوار جديد. الآن هناك ليس حالة من الجمود، أو كانت ليس حالة من الجمود فقط، بل ضعف كبير جدا لبعض المؤسسات. مجلس الأعلى للدولة بعد تغيير الرئاسة يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يعود مرة أخرى للعب أي دور فاعل. مجلس النواب هناك ربكة داخل مجلس النواب، طالما أن هناك أعضاء من مجلس النواب من الجنوب من فزان يطالبون بتغيير رئاسة مجلس النواب، هناك تعاظم لدور المجلس الرئاسي الآن، خصوصا بعد اللجنة المالية أو لجنة إدارة الموارد. هذه اللجنة استطاعت بشكل ما أن تجمع الفرقاء على طاولة واحدة ويشجع المجلس الرئاسي لأن يلعب دور في هذه المرحلة. لكن فعليا هل هذه الخطوة فعلا ستكون جادة؟ ليس المرة الأولى التي تقترب فيها الأطراف فيما بينها، لكن لم يكن هناك عملية بناء ثقة حقيقية. هناك الكثير من الخطوات كانت مفقودة، كانت دائما تنتهي في اتجاه الخلاف مرة أخرى والعودة لاحتتام الأمر.
عزز هذا الاتفاق أو عزز هذا اللقاء باتفاق المصرف المركزي إلى حد ما. إذا فعل اتفاق المصرف المركزي وكانت هناك جدية أعتقد أن هذا سيزيد لهذا الاتفاق. وضحت الفكرة سيد إبراهيم، أشكرك شكرا جزيلا. الكاتب والباحث السياسي الليبي إبراهيم بالقاسم. سيد مسعود عبيد النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للدولة، هل حالة بناء الثقة من الممكن أن تنجح هذه المرة أم لا؟ هي المساعي حقيقة يعني لإيجاد التقارب بين المجلسين، وبدءا من اللقاءات اللي تمت بين السيد أبو سهمين والسيد عقيلة، ومن بعده السيد عبد الرحمن والسيد عقيلة، وأخيرا السيد خالد والسيد عقيلة. يعني فالمساعي حقيقة لإيجاد التقارب للخروج من هذا النفق اللي سبب الانقسام السياسي داخل البلد. فنحن نأمل كثيرا أن يكون فيه في المستقبل القريب إن شاء الله توحيد المؤسسات، واللي بدأ من خلال توحيد المصرف المركزي، وستليه بقية المؤسسات الأخرى تباعا إن شاء الله وفقا للتوافق التوافقات اللي تتم بين مجلس النواب ومجلس الدولة. شكرا جزيلا مسعود عبيد النائب الأول لرئيس مجلس أعلى للدولة. سيد فتحي، يعني مسألة بناء الثقة بين كل هذه الأطراف، هل تعتقد أنها مسألة سهلة أم ربما يكون هنالك إشكاليات في الطريق؟ مرحبا سيدي، أهلا وسهلا مجددا. لا إن شاء الله يعني نقول يعني نتيجة الاجتماعات السابقة يعني الثقة لا بأس يعني كبيرة جدا الآن، خاصة ما بين مجلس النواب والمجلس على الدولة، والتي أتت بتشكيل لجنة 6+6 التي تصيغ في القوانين الآن قوانين انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس الأمة. من خلال هاتان اللجنتان أو هذه اللجنة مع بعض اللي هي 6+6 في ثقة كبيرة الآن بين مجلس النواب ومجلس على الدولة. نحن ننتظر يعني انتهاء هذه اللجنة شكراً من عملها وصياغة الملاحظات التي وحيلت لها، بحيث يعني تم اعتماد والمصادقة على هذه القوانين. شكرا جزيلا سيد فتحي يعني المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من طبرق، شكرا جزيلا لك.